تحت شعار التطوع من أجل الإنسانية وفي إطار مواصلة الخطوات نحو تعزيز جهود احتواء جائحة كورونا كوفيد-19، تواصل وزارة الصحة جهودها في المرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. طبعا نواصل هذا الخبر، حيث يكون معنا عبر الهاتف المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. بداية بعد التحية، ما طبيعة هذه الدراسة وهل توجد هناك مخاطر متعلقة بالمشاركة؟ أول مساء الأنوار عليكم جميعا. طبعا لا يخفى عليكم إحنا حين مرينا شهور طويلة لمحاربتنا لهذه الجائحة، وأتوقع يعني الكل بدأ يتفق أن الحل الوحيد الآن لإنهاء هذا الوباء، أو إحنا نسميه الكابوس المزعج، هو فعلا اللقاح. اللقاح يولد مناعة ذاتية تقاوم لهذا الفيروس. فالسؤال دائما يطرح نفسه، هل يوجد حاليا لقاح مسجل ممكن استخدامه؟ طبعا الجواب لا، ولذلك ماذا نحتاج علشان يكون عندنا لقاح مسجل؟ وهذا اللي بيخليني أجاوب على سؤالك الأولاني، طبيعة الدراسة. ففعلا نحتاج لوجود هذه النوعية من الدراسة اللي هي عشان نعرف مدى سلامة وفعالية هذا اللقاح المقترح حاليا ضد الفيروس الكورونا. وإحنا سعيدين فعلا جدا أن هذه التجربة الأولى اللي تقام على مملكة البحرين، وأسعد بسبب مشاركتنا مع شقيقتنا دولة الإمارات المتحدة ومع شركة G42 وشركة ساينوفارم العملاقة والمعروفة في صنع اللقاحات عالميا. أحب دائما أذكر قبل ما أتكلم إلى المخاطر المتعلقة بهذه التجربة السريرية، بأن استخدامنا لهذا اللقاح هو اللقاح معطل، وهذه تقنية معروفة لدى الأوساط الطبية لعدة سنوات، والأكثر استخداما والأكثر أمنا والأكثر متداولا. فمن ناحية استخدامنا لهذا اللقاح، سبب اختيارنا لهذه الدراسة لأن نوعية اللقاح المستخدم من اللقاحات المتعارف عليها والمتداول، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي والإنفلونزا. وبالتالي إذا نتكلم على هي شنو هي المخاطر، هي المخاطر نفس أي بيكون دواء موجود، ولكن السؤال ما مدى تأثير هذه العوار. والحمد لله إحنا حتى الآن تجربتنا في مملكة البحرين اللي نكون جميع الشكر لأكثر من 2800 متطوع دخلوا معنا في هذه التجربة السريرية، واللي يعني بحمد الله يعني أظهرت النتائج الأولية مدى فعالية هذا اللقاح من ناحية الأمان. فجميع العوارض اللي تكون مجرد عوارض بسيطة جدا متعارف عليها علميا، نفس الارتفاع في سطح الجلد مع احمرار المنطقة وألم، وجميعها تكون مؤقتة، وليس بجميع المتطوعين اللي دخلوا صادتهم هذه الأعراض. وهذا كله ينصب إلى مدى الدراسة الحديثة اللي احنا فعلا عملناها مع أشقائنا في الإمارات ومع الشركة الصينية، للتأكد أن فعلا هذا اللقاح يكون من اللقاحات الآمنة، وإن شاء الله تكون أكثر فعالية. ونتمنى كثيرا أن في شهر أكتوبر أن تكون فعلا النتائج اللي تظهر من مملكة البحرين ومن الشقيقة الإمارات تصب في صوب هذا اللقاح اللي آملين جدا أن يكون نهاية لهذا الوباء. إذا نتحدث لمزيد من التفاصيل ربما للمشاهدين من المواطنين والمقيمين من يحب التطوع، ما هي مراحل سير عملية التطعيم وكيف يمكن التطوع في هذه التجارب؟ والله الحمد لله من هذه 2800 اللي أنا أعتبرهم أبطال ويعني وتطوعوا في دخول هذه التجربة السريرية، الكل يشيد بسلاسة الخطوات المتبعة، وهي فعلا الشخص اللي 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 بيحضر المكان ويدخل التجربة بيشوف مدى سلاسة هذه الخطوات. فهي خطوات جدا بسيطة، تبدأ بتسجيل المتطوع معانا، بديناها بداية بالتسجيل المسبق. الآن ممكن أن يعني يأتي بدون موعد مسبق إلى مركز التجربة السرية اللي هي قرفة، اللي هي قاعة رقم 4، من الساعة 8 إلى صباحا إلى 8 مساء،
بيتم أولا بعد التسجيل تحويله إلى الطبيب. الطبيب يقوم بفحصه والتأكد إن هو الشخص الملائم والمناسب لدخول هذه التجربة. فهناك عدة فحوصات، مثلا نقيس المؤشرات الحيوية ونشوف التاريخ الطبي أو الصحي الموجود، لأن جميع البيانات مبنية على ملفات المريض في أي صحة، واللي بيحدد لنا إذا كان المتطوع هو فعلا يستطيع الدخول في هذه التجربة. ومن بعد ذلك بتوجه المتطوع إلى عدة باحثين إكلينيكيين، هني يتم الاختيار النهائي، هني يتم فعلا بعد التأكد أن هذا الشخص هو المناسب لدخول هذه التجربة. وهذا يعطي اطمئنان بأن الشخص اللي بيدخل معانا التجربة السرية فعلا يكون هناك عدة محطات يتم التأكد منها بأن هناك جميع يعني الاشتراطات اللي تضمن لنا أن سلامة هذا المتطوع. ومن ثم يدخل إلى إجراء الفحص، ناخذ عينة الفحص هي المعروفة المسحة الأنفية للكوفيد، نتأكد من ثباتها، وبعدين ناخذ له عينة دم لنتأكد من نسبة المضادات إذا كانت موجودة في 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 جسمه. وبعدين يتم عملية الفرز ما بين اللقاح، أكثر من 66% نسبة حصوله إلى اللقاح، وهذه النسبة تعتبر حتى يعني عالية في تجارب السريرية. ومن ثم يتم يعني إذا أخذ اللقاح يتم مكوثا معنا لمدة 30 دقيقة فقط هي للتأكد من أن سلامته وأن جميع المؤشرات الصحية تكون سليمة قبل ما يباشر. وهناك متابعة هاتفية مع المتطوع، وهناك حتى زيارات بتكون لاحقة للتأكد من سلامة الشخص، ومن أخذ بعدين عينات الدم للتأكد من وجود الأجسام المضادة. نعم، المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني في تصدي لفيروس كورونا كوفيد 19، شكرا جزيلا لك.